قبل أن أدخل في الصلاة لابد أن آتي بشروط الصلاة. هناك شروط هذه تأتي قبل الصلاة، لابد أن أستعد للصلاة بهذه الشروط. الشرط الأول الإسلام، لا تصح صلاة الكافر، لا تصح صلاة من يطوف حول القبور، لا تصح صلاة من يدعو غير الله، من يذبح للجن. حتى يتوب. الثاني، لا تصح صلاة المجنون. تصح صلاة الصغير إذا كان يفرق بين الأشياء، يعرف أنه هذا ماء وهذا نار، تقول له أجلس يجلس، يصح. والنية، يعني أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر عشرة أغسطس نعم 2021 في دولة سيشل في مسجد كذا، لا، نية محلها القلب. تلفظ بالنية بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر، ما قال قل اللهم نويت أن أصلي. أيضا الصلاة لابد فيها من إزالة النجاسة، أن تتطهر في اللباس وفي البدن وفي المكان، لا يمكن أن يكون على ثوب نجاسة أو بدن نجاسة أو في مكان نجس. ولابد من ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. عندنا أكبر إشكال أين؟ في من يصلي في بنطال، إذا ركع أو سجد إذا انكشفت العورة من هنا الصلاة باطل. إذا تنتبه قبل أن تصلي ألا تنكشف العورة، خاصة عند الركوع والسجود. ولا بد من رفع الحدث الأكبر والأصغر، يعني لا بد من الوضوء أو الاغتسال قبل الصلاة. لا يصح أن تصلي بلا وضوء. إذا صلى بغير وضوء الصلاة باطلة. ولا بد من استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة. ولا يصح أن يصلي المصلي إلا ويأتي بهذه الشروط. ولا يصح أن يصلي قبل الوقت. هل يصح الآن أن نصلي المغرب؟ لا، على الوقت نصلي على الوقت. إذا أتى بهذه الشروط الآن يستطيع يصلي.